ومن مرد من طيب خاطر نهدي الأخيار. من الضالع جاءت الفكرة وتبلورت إلى واقع ملموس، فكان مشروع وطن آمن يتسع للجميع نموذجاً إيجابياً لتكريس مبدأ التعايش السلمي في المجتمع وخلق أرضية مشتركة يقف الجميع عليها لمناصرة مخرجات الحوار الوطني وتعزيز المشاركة السياسية والإسهام الفاعل في مساندة متطلبات المرحلة الانتقالية. المشروع تم إطلاقه من محافظة الضالع، وتم استهداف 4 محافظات هي تعز وعدن والضالع وإب. من ضمن أنشطة المشروع الرئيسية دورة تدريبية مركزة ل 24 مشارك من 4 المحافظات لمدة 3 أيام. في نهاية التدريب تم إشهار، كان مخرج رئيسي للمشروع إشهار مبادرة الوطن فضاء واسع يحتضن الجميع بعضوية الأربع المشاركين من 4 المحافظات. كان هناك العديد من الأنشطة في كل محافظة قامت به أعضاء المبادرة في المحافظة تعز وإب وعدن. كان حلقتين نقاشية في كل محافظة، معرض للرسوم، بالإضافة إلى زيارة تبادلية من الشمال للجنوب. ومع هذا المشروع الذي خلق فرصة للتحاور بين المشاركين من 4 محافظات، فقد كان له الدور الأبرز في توحيد رؤى المشاركين وتوجيهها نحو هدف واحد يعمل الجميع من أجله وخلق جو يسود فيه مفهوم التعايش ولغة الحوار الذي هو غاية لا بد من الوصول إليها بجهود مشتركة مهما تعددت الانتماءات الحزبية. كانت روعة هذا المشروع أن هذا المشروع جمع 4 محافظات الذي إب، الضالع، عدن، تعز. هذه محافظات وفي هذه الرحلة الجميلة الذي إلى الضالع ثم إلى تعز كان في تعايش عجيب وجميل جدا وتآلف بين المنظمات وبين الناس اللي كان فيه اختلاف شديد، يعني كان فيه خوف من حاجة اسمها ضالع، حاجة اسمها عدن، الآن في تعايش كبير جدا. فكان من أهداف البرنامج هذا هو توسع التعايش بين كل الأطراف المختلفة، يعني كيف نوصل حاجة اسمها تعايش بين المجتمع. فالجميع شارك في فعاليات المشروع المختلفة وعبر عن سعادته وأبدى استعداده للعمل في نشر ثقافة التعايش ودعم العملية الانتقالية في اليمن. فالوطن بيت للجميع، ومن أجله سيعمل الجميع على نشر مفاهيم المحبة والسلام. شاركنا في المبادرة من أجل نشر مبدأ التعايش ومن أجل جمع المحافظات كأب وعدن والضالع وتعز في منطقة واحدة، تشابك الأفكار وتكوين وحدة موحدة عن جميع الأفكار في جميع هذه المحافظات. الحقيقة أنا سعيدة جدا أني كنت من ضمن الفريق وأنني شاركت في هذه المبادرة، وسأعمل جاهدة أنا وزملائي في الاستمرار في هذا العمل الذي فعلا أشعر بالانتماء إليه بشكل كبير جدا. قررنا أن نطلق مبادرة الوطن فضاء واسع يحتضن الجميع، يجمعنا هدف وإحساس واحد وشعور واحد بأهمية مؤتمر الحوار الوطني. لقد كان ميلاد مبادرة الوطن فضاء واسع يحتضن الجميع فرصة حقيقية تم ترجمتها إلى واقع ملموس، فتوسعت إلى 4 المحافظات ضمن إقليمي عدن والجند، وبدأ الجميع يعمل بجهد وحماس من أجل تحقيق أهداف المبادرة. كوننا مبادرة سميناها مبادرة الوطن فضاء واسع يحتضن الجميع. بدأنا بجلسات نقاشية في المحافظات، ثم عملنا على جلسات تبادل زيارات بين المحافظات المستهدفة، وحاليا نحن نعمل على توسيع المشروع بحيث يستهدف بقية الأقاليم ولا يكون إقليمين فقط. نحن اليوم وبكرة وأمسك بنحبك يا وطننا. المبادرة هذه حققت
نجاح كبير، بحيث أنها عملت على عملية التعايش بين هذه المحافظات التي هي جنوبية وشمالية. ابتعدنا عن النظرة التي كانت سائدة بأن هناك اختلاف بين وجهات النظر بين الجنوبيين والشماليين، بالعكس كان هناك تآلف كبير بين الجهات المشاركة وبين الأفراد، والأفكار كانت متقاربة. وحاليا نحن نعمل على نشر هذا الفكر بشكل أوسع، وكل مبادرة ومنظمة ستعود إلى محافظتها وإقليمها لنشر هذا الموضوع بشكل أكبر، ونشر فكرة التعايش والتآلف وتقريب وجهات النظر بين الأقاليم ككل وليس الإقليمين المحددين للوقت الحالي. أرى أن تتوسع هذه المبادرة إلى أقاليم أخرى لكي يفهموا معنا التعايش الحقيقي، التعايش السلمي، التعايش الذي يفهم كل واحد من الآخر عن قرب. هدفنا في هذه المبادرة هي التوعية ودعم وتيسير مخرجات الحوار الوطني. في هذه المبادرة نريد أن نرسخ مبدأ التعايش بين جميع القوى السياسية أو بين جميع أفراد الشعب. ولا شك بأن لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سيكون لهما أدوار مؤثرة في مساندة توجهات هذا المشروع والمبادرة الوليدة عنه، وسيكون الغد متجدد ومشرق في الوطن ما دام الجميع مؤمن بمبدأ الحوار والسلام. من أهم واجبات منظمات المجتمع المدني في المرحلة الحالية أن تطلع بدور في نشر هذه الثقافة، نشر ثقافة التوعية، نشر ثقافة التعايش، نشر ثقافة الشراكة. المفترض حاليا تكون منظمات المجتمع المدني في صدارة اهتمامات سواء الدولة أو القطاع الخاص أو الجهات المانحة اللي تطلع بالدور المنوط بها في نشر هذه الثقافة. نحن الآن مقبلين على استحقاقات دستورية مهمة جدا، استحقاقات سياسية مهمة جدا، هناك مرحلة الاستفتاء للدستور، هناك مرحلة الأقاليم، هناك العديد من الاستحقاقات المقبلة. من هنا تطلع تأتي أهمية الدور المتزايد المفترض أن تطلع به هذه المنظمات نحو تعزيز الدفع بعقلية عجلة التنمية في هذه البلاد إلى الأمام، ونحو تعزيز القيم والمبادئ التي يجب أن نستظل كلنا جميعا تحتها. ضمن قصص النجاح التي تستحق الذكر كان في اختتام الدورة التدريبية المركزية لأعضاء المبادرة في الضالع، شرفنا الأخ محافظ المحافظة بحضوره، وأثناء استعراض أعمال المبادرة كان أحد كبار رجال الأعمال في محافظة الضالع وكيل شركة سعيد نعم قاطعنا برفع يده يقول أنا أطلب انضمامي إلى المبادرة، أكون عضو في المبادرة. فصفق الحضور، ومع انتهاء العرض كانت كلمة الأخ محافظ المحافظة، وأثناء إلقاء كلمة الحفل طلب قال أطلب من مدير المشروع يعني إذا كان بسعى أن أكون أنا رقم 26 في المبادرة. هذه كانت قصة نجاح بالنسبة لنا. ويستمر التواصل، وكل منا له دور في تعزيز قيم التعايش وبناء السلام ومناصرة مخرجات الحوار الوطني. نحن كإعلاميين نوقن جميعا أن الإعلام له دور كبير في تعزيز قيم المواطنة المتساوية وقيم الحق والعدالة. أيضا الإعلام له دور كبير ومساهم في قضية التعايش في هذا الوطن الرحب الواسع. هناك الكثير من المشتركات الإنسانية التي يجب الإعلام أن يقوم بها في تعزيزها.